بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني التواصل معكم مرة أخرى لنتواصل ونتحاور حول موضوع زيادة المساحة المخصصة لنا للراحة. الله سبحانه وتعالى أنزلنا إلى هذه الحياة لنسعد ولنرتاح، ليس لنرتاح من مكابدة المهام العبودية، ولكن لئلا نشقى. قال جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال جل وعلا، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال جل وعلا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. خلال المهام التي تؤديها مخلصا أيها العبد أيتها الأمة، ستشعر بنوع من المكابدة والتعب والألم، فلا تهلك نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله سبحانه وتعالى جعل لنا حدود وجعل لنا ضوابط حتى لا تهلك النفوس ولا تتعب، تهلكها لأواء الحياة الدنيا وأذى الناس من حولها ومكابدة مهام الخلافة في الأرض. الجميع مطلوب منهم أن يعلموا وسائل العيش المريح. ومما يحزن له أن كثير من الناس يدخلون إلى هذه الحياة ويخرجون منها دون أن يعرفوا آليات العيش المريح. أنا سعيد بالتواصل معكم هاتفيا اليوم، وسيكون هناك على الشاشة رقم أرجو التواصل معه لمن أراد أن يتكلم في موضوع الحلقة. نؤكد أن بسبب ضيق الوقت طبعا، والمواضيع كثيرة إن شاء الله تعالى الوقت عندنا، لكننا نريد أن نتكلم في موضوع الحلقة حتى نشبعه ونوسعه ونأخذ منكم إن شاء الله تعالى نصحكم وإضافتكم. علقة من الحلقة الماضية موضوع سألني عنه بعض الإخوة والأخوات ممن التقيت أو تواصلت معهم خلال الأسبوع المنصرم هذا بعد الحلقة، وهو موضوع كما يحدثني أحد الإخوان اللي هو أكبر مني في السن بسنين عديدة. يقول أنا أول مرة أسمعه، رجل مثقف ويعني كان يتبوأ مكانة علمية عالية، لا زال طبعا لكنه هو الآن تقاعد. يقول لي أنا أول مرة أعرف أني أنا لازم أنا اللي أدير عقلي، ما خلي عقلي يديرني. طول عمرنا نقول أن تغبط فلان بعقل، عقل عود، بس احنا ما فحصنا العلاقة تماما بين الإنسان وعقله، من يقود الآخر، وكيف أقود عقلي وما خليه يقودني، وما ضرر أن يقودني عقلي، إيش يضرني لما يقودني عقلي، كيف أصنع من الأسئلة أيضا اللي وردت، أنا كيف أصنع جو طالما أني مطلوب أني أنا أقود عقلي، كيف أهيئ لعقلي مناخا، أهيئ لعقلي مناخا يجعله يفكر تفكيرا سويا سليما ويمتعني في دنياي وأخراي، كيف لا أسمح لعقلي أن يختطف وأن تديره انفعالاتي ويدير حزني أو يدير خوفي أو يدير فرحي أحيانا، لأن هذه كلها تغتال للعقل وتذهب بصفائه. أولا خليني أذكر بواقعة خلدها القرآن الكريم لمعركة وقعت داخل عقل شخص، كبرها القرآن ميكروسكوبيا وخلانا ندخل داخل هذا العقل حتى نشوف ما جرى فيه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر عن الوليد ابن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه شوف الوصف، فكر
الآن بدأ يستخدم عقله فقدر، يعني بدأت الحسبات. الوليد منفعل، عنده انفعالان، انفعال الطمع في أن لأنه تذوق القرآن ورأى الحق فيه، والآن عنده ميل نفسي لأن يؤمن بهذا القرآن. ولكن من جانب آخر هناك مصالح وهناك مخاوف من أن يخالف نادي قريش وأن يخسر ما بناه عبر هذه السنين، لأنه يعني المسلمون الأوائل تعرضوا لكثير من المحن والشدائد وأسقطت هيبتهم وتعرضوا في سبيل الله عز وجل إلى محن عديدة. فالمعركة الآن بين هذين الانفعالين. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. من قتله؟ قتله المصلحة اللي هي مصالحة مع قريش. ثم قتل كيف قدر، شوف بين أن هذا الانفعال كان أقوى. ثم نظر، الحين بدأ هذا العقل فسد، فبدأت الرؤى تصير ملونة، مش الرؤى المنطقية العاقلة التي نحيد بموجبها الانفعال أو نستخدم الانفعال بطريقة فيها عدالة حتى نصل للحقيقة. إنه نظر فقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر، إنه فكر وقدر ثم نظر ثم عبس وبسر. خلاص الآن بدأ يغشاه الانفعال الآخر، انفعال الكافر الذي أخذ موقفا وتبناه بكل قوة، موقف قريش من محاربة هؤلاء الذين هو أقر أن قرآنهم رشيد وأن قرآنهم ممتع وأن أعلاه مغدق وأن يعني مدحه ومدح ثماره، ولكن الآن خلاص غلبت عين السخط والشنآن يعني الكراهية، فلون المشهد كله. ثم عبس ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. تصور لما إنسان يقول شيء وهو لا غير مقتنع فيه، يعني وقال ما قال وهو يشهد على نفسه أن القرآن حق. لذلك رب العالمين شو يقول لنا؟ يقول لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وإحنا شو نقول؟ نقول لحبتك عيني ما ضامك الدهر. يعني إذا حبيتك معايير العدالة هذه كلها تسقط. ليش؟ لأني أحبك، أنا أحبك أو أنك ذو وزن عندي، فما أقيم عليك العدالة. ليش؟ أنت لا تخاف، ارقد وعمل، ما في عدالة معك، أنت عدالتك سيحددها حبي لك. طيب والآخرون اللي ما أعرفهم؟ لا سأقيم عليهم العدالة. ومن هنا يعني حرم بعض علماءنا الواسطة بمعنى اللي هي انتزاع حقوق الآخرين بسبب محسوبية، لأن الذي أوصل الإنسان في الواسطة هو الحب، والذي حجب عنه حقه هو الكره، وهذا أمر محرم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيضا العرب تقول وعين الرضا عن كل عيب كليلة، إذا رضيت ما أشوف عيوبك، يعني عيني تغفل أن ترى عيوبك. الحق يعني العدالة تتلون، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. حتى لو كان المقابل عدل، حتى لو عدل أظهر سيئاته. وهذا أحيانا إحنا نضحك. أذكر أن خصاما حصل بين زوجين، اشتهر عنهما قصة حب كبيرة لما كنا شباب، وزواج يعني بفرقعة، أنه ظفر بها وفاز وكان حساده كثر. وصدف أنه بعد مجموعة من الأولاد صار بينهم خلاف، فجاء لنا في المكتب من سنين، قبل حوالي ربع قرن من الزمان، يعني يستشيران. فقلت للمرأة اذكري محاسن هذا الحبيب، هذا الزوج اللي أنا شخصيا أعرف قصة زواجك منه. قالت لي يعني ما لا أجد فيه حسنة. قلت ما يصير؟ قالت ما أجد فيه حسنة والله. طب بس أنت حبيتي وأنت يعني خالف يعني سبحتي ضد التيار حتى تتزوجي. قالت ما حاول، ماني قادرة. قلت أعطيك أسبوع. أعطيتها أسبوع، بعد أسبوع جاءت ومعها ثلاث حسنات.
يعني عصرت 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 لقى ثلاث حسنات. قالت هو كريم لكن إذا عطى، وهو مع عياله زين لكن إذا قعد، وهو مدري شنو لكن، كل واحدة حطت لي فيها بنشر. قلت له زين، ضعي القلم على قولت الامتحان أو قلب الورقة، أعطيني سيئاته. والله يا جماعة تمسك القلم راحت راحت راحت، لين وقفتها عند السلبية رقم 17 أو 19، اذكريني سلبياته. فراحت هلتها، هذا شنو؟ هذا نقص العدالة، هذا غلبت، هذا اختطاف العقل، وغلبت الشنعان والكفر بالعشير. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة ولا تفرك مؤمنة مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. بس هذا شمينة، هذا يبين أنك تضغط تحت على هذا اللي يجيب الكراهية، اللي احنا نسميه الصدر أو نسميه الانفعال، تضغط تحت تضغط حتى ذا ياكل الحب علشان يلون عليك، يلون لك الحقائق ويزين لك أيها الفتاة أن هذا هذا فارس الأحلام. طب الناس يحذرونك يقولون تدري بالك ترى فيه فيه فيه، لا أنا أبيه. شوف يختطف العقل من قبل الانفعال، وموجود لكن خادم للانفعال، يصير موجود لكن خادم للانفعال، سواء كان ذلك الانفعال غضبا أو حبا أو خوفا أو غير ذلك. طيب الله سبحانه وتعالى يقول: اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني التقوى تكون في العدالة وفي مسك النفس أن تجنح، أن تجنح. ومعروفة قصة المرأة المخزومية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما شفعوا في حد من حدود الله، بس لأنها شريفة، شريفة ما يطولها القانون، شريفة هذه، القانون حق الحبربش مو حق الشرفاء. قال: لو أن فاطمة حشاها عليه السلام بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أتشفعون في حد من حدود الله؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل نبوته وكماله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يضبط انفعاله بحيث أن يقيم العدل مهما كان المتهم، حبيناه ولا ما حبيناه احنا نقيم معه العدل، فإما أن يكون الحق معه أو يكون الحق عليه. فاصل ثم نواصل. السؤال اللي يطرح نفسه: طيب إذا كان هذه هي خطورة الانفعال، وهذه هي يعني ضرره على الفكرة، ما الفكرة؟ الفكرة تصوروا كيف يتم تفكير الإنسان. الإنسان عادة يكون قاعد في حالة في أمان الله، ثم يجي مثير، يجي مثير. يعني شلون تجي الفكرة؟ يجي مثير. هذا المثير عادة أي مثير يجيك يكون مصحوبا بانفعال، إما دهشة أو خوف أو ضيق أو فرح، يعني أي أمر يستدعي التفكير منك يكون مصحوب جاي معاه الكارير ماله، الماعون اللي شايل لك هذا المثير هو انفعال، نسميه انفعال التلقي. وهذا اللي يجي هنا في الفور برين اللي يسمونه الناصية، اللي يسمونه الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد، فؤاد هذا الفؤاد يعني هو العقل الأمامي. فيجي أنت عادة أي فكرة تجيك مصحوبة بإيش؟ بانفعال. خلنا نقول أن الكرش اللي يسمونه الكرش مال الشباب، شاب رأى فتاة أو العكس، وبعدين حصل هذه الرعشة هذه أو الصدمة، خلنا نقول أن هذه النظرة الأولى اللي هي لك. بعدها تبدأ الأفكار، تبدأ الفكرة، فكرة
وأنا راح أمسك القضية العاطفية اللي هي الصدمة العاطفية، أنك رأيت شيئا أثارك من الجنس الآخر. فعندما العاقل شو يسوي؟ الذي يضبط انفعاله يجي يفكر هذا يصلح ولا ما يصلح، وقته ولا مو وقته، سياقه حلال ولا غلط، له نهاية ولا ما له نهاية، أنا لي فيه فرصة ولا ما لي فيه فرصة، تقديم وتأخير، أخماس وأستاس، يحبني ما يحبنيش، مثل الفيلم يحبني ما يحبنيش. عادة التفكير في أمر دهمك مثل ما حصل مع الوليد ابن المغيرة، تقديم وتأخير تقديم وتأخير، الفكرة ما تجيك كاملة، الفكرة تجيك هي ونقيضتها، هي ونقيضتها. مشروع عرض عليك، ماشي ماشي مش ماشي، خل نجمع معلومات، خل نسأل فلان، تظل أنت متخوف، وهذا اللي يسمونه المجازف. يعني المجازف هو الشخص الذي يقطع الخوف ويجدم. الجبان أو الإنسان اللي يعني المتحفظ جدا تشوفه لا أميل إلى السوادية وأميل إلى يعني عدم أخذ المجازفة. لكن بشكل عام الفكرة ما تجي إلا على هيئة ثنائيات، إيه لا إيه لا إيه لا. لذلك يجب أن تنتهي، أن ينتهي التفكير أيضا بانفعال، مثل ما بدأ التفكير بدهشة أو بصدمة عاطفية أو بانفعال، قلنا فرح أو حزن أو خوف، ثم صارت العملية اللي هي إيه أو لا إيه أو لا إيه أو لا إيه أو لا. هذه الإيه أو لا نظريا، اللي هي يحبني ما يحبنيش يحبني ما يحبنيش، نظريا كنت خلص كل ورد الحديقة، ممكن تتم إترنال يعني إنفينيتي إلى ما لا نهاية، حتى تجي أنت وتقطعها تقول بس خلاص أنا بوقف التفكير وأبي أرتاح إلى أحد الحلين. في الدين عندنا شيء اسمه الاستخارة، تأخذ لنفسك تكتب، تقعد، إحنا ساعات نعين بعض الناس على قرار الانفصال أو قرار الاتصال أو قرار إكمال الزواج أو كذا، نجي نعملهم شيت ونحلل ما هي الفوائد، نقول شنو فوائد الانفصال وشنو سلبيات الانفصال، شنو فوائد الاتصال، يعني تفصيل أكثر، يعني أن تبقى زوجين شنو فوائدها، وأن تنفصلان شنو ضررها، زين، وكذلك الطلاق ما هو فوائده. طبعا واحد يقول الانفصال هو عكس الاتصال، لا، احنا نفصل فيها تفصيل يعين صانع القرار او هذا المفكر على انه يقول خلاص بس بوقف التفكير وراح اخذ قرار. عاده العاقل يطلع نسب، يقول والله المصلحه هني 60 والمضره 40، اذا اكمل، او 50-50 اذا ابي الاستخاره، او لا والله واضحه المضره اذا انا انتهي. عاده اذا التفكير يتم مثل السندويشه بين شطيرة، يعني هناك تفكير بين انفعال التلقي وانفعال إنهاء التفكير اللي هو القرار. السؤال هو عندما تكون مضطربا وتكون غير قادر على أنك تملك انفعالك أو تمسكه على الطريقة العربية، ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، هذا الإقرار الثقافي الخطير الذي يقول أننا أمة العرب، العرب أمة في أمة انفعالية، ولا نبذل وقتا في تهذيب انفعالاتنا، وليس في منهجنا ما يعلم أبناءنا على الخلوة لفحص النفس وفحص الانفعالات ووضع درجات للانفعالات ومعرفة. أنا أذكر أن وكنت سعيدا ذاك اليوم، كان عندي بنتي في ثاني ابتدائي وجاءت حزينة إلى البيت، فسألتها أنت مو طبيعية ايش فيك حزينة؟ قالت لي إيه. قلت لها ايش كثر؟ قالت لي 5/10. اسمعوا الحوار. قلت لها تعرفين السبب؟ قالت لي إيه. قلت لها تبين تقولين لي السبب؟ قالت لي لا. قلت لها تقدرين تديرين الموضوع تخلصين من حزنك؟ قالت لي إيه. ففرحت، ليش؟ لأن هذه بدايات النضج الانفعالي، أن يعرف الإنسان ما به وكم درجة هذا الانفعال، ثم كيف وما سببه، ثم كيف أتعامل معه. إنما يا طخه يكسر مخه، يا سرايين يا ظلمة لنا الصدر دون العالمين، ها، أو القبر، لا، هذا حال يخلي المخ
مطايش إلا مخطوف ومنتهي. ناخذ الاتصال. تفضل. تفضل يا ناصر. عليكم السلام يا ام ناصر. كيف حالك دكتور؟ سرك الحال يا ام ناصر. الله يمتعك بالصحة والعافية. ياك الله يطول عمرك. دكتور حضرتك تقول ان احنا لازم نقود العقل، مو العقل هو اللي يقودنا. ايش رايك انت؟ والله يعني انا محتارة، يعني شلون نميز او ان احنا نوفق او نوازن بين العقل والعاطفة؟ يعني شلون اخلي مثلا انا اقدر اتحكم في عقلي ومن ناحية ثانية أتحكم في عاطفتي، يعني ما أخلي وحدة تطغى على ثانية. إيش خايفة منه أنت؟ والله مو مسألة، بس أحيانا يعني مو خايفة من شيء معين، بس أحيانا شلون يعني يصير عندك موقف معين مثل ما قلت حضرتك يصير التصرف انفعالي. إيه؟ فيعني تاخذك العاطفة. طيب هذا عدل ولا معدل لما يكون تصرف انفعالي؟ لا احيانا يكون مو عدل، احيانا يكون انا تصرفت بتسرع مثلا. إيه هذا زين ولا مو زين؟ من اي ناحيه يعني زين؟ يعني لما تصرفين تسرع ويكون حجم العاطفه في قرارك ثقيل، القرار عاده يصير صاحي ولا مضروب؟ احيانا يكون لا هذا احيانا الصحيح العقل عندما يجي العقل وتسيطر عليه العاطفه زين؟ نعم. واخذ قرار اكون انا ماني متاكد بس انا فرحان مثلا، فرحان ويت طلعت مبلغ واعطيت تمام صح. ثم اكتشفت ان المبلغ هذا ازيد من اللزوم صح، ممكن. شو اسوي الخطوه اللي وراها لما اقعد مع نفسي؟ شو اقول؟ يعني الثقل زين يا فلان صح عدل. اذا المره الجايه ابي اثقل شويه، بغضب نفسي لما اغضب على الخدامه واتهمها واوديها وكذا، ثم اكتشف بعدين المبلغ ضايع، شو اقول؟ اقول انا ظلمت بسبب عجلتي. الانسان مع الوقت شنو سر نضجه واخطائه؟ هذا العادي، انما الانسان اللي هو الراقي، وانت ان شاء الله كذلك يا ام ناصر ان شاء الله، سر نضجه انه يقعد مع نفسه اول شيء ويقيم العدل في نفسه ويتبع امر ربه، انه ما يصير اذا سمعنا روايه من احد نفضل حتى نسمع الطرف الاخر. مثلا يجي تجيش واحدة تشكى فلانة سوت وفعلت كذا، إياك أن تلقي بثقة لك في الحكم إلى جانبها دون أن تسمعي إلى الطرف الآخر، لأن قد يأتيك واحد أعور الطالع الثاني والله أعمى تمام. إحنا مشكلتنا أننا نتعجل، والله سبحانه وتعالى يقول فتبينوا يعني تثبتوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليش؟ عشان العاطفة ما تصير هي الملونة للحكم. رب العالمين امتحن داود عليه السلام بمن تسور عليه المحراب واشتكى شكوى. أنا وانت داود عليه السلام نبي، لكن أنا وانت نقع فيها بسهولة، اللي هي قال أنا عندي نعجة واحدة وأخوي عنده 99 نعجة، فأخذ نعجتي صدق حتى مع 99، قال أظلمك، تبين أن الظالم هو بنعجة لأن له حق ذاك والنعجل هذا زين قذها تمنحها أو ثم في النهاية اغتصبها. فإذا حنا العاقل شو يسوي؟ يوقف انفعاله لا يفسد حكمه، وإذا حصل منه خطأ ما يهلك نفسه ولكن يتعلم أن يكون أنضج وأن يكون أحكم وأن يكون يتمثل يكون عادل، وهي أمر صعب. ما قلت أنا سهل، ترى أنا ما قلت سهل يا جماعة، أنا ما قلت سهل، إحنا معصومين، ما قلت سهل، لكنه هذا ما يجب أن يكون. نعم تفضل. ناخذ الفاصل إن شاء الله ثم نكمل. احنا معانا ام محمد يا اخي المخرج. اي نعم تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور على ما تقدمه ويجعله في ميزان اعمالك. الله يحفظك يا سلام. دكتور الله يرضى عليك، انا انسانه كنت من فضل العزيز الحكيم انسانه عاطفيه منفعله الى حد كبير، تحديت من انفعالي وعاطفتي. شلون؟ بالتدريب من فضل العزيز الحكيم، فضل من الله ثم من فضل حضرتك وبعض الأخصائيين. العفو.
لكن سبحان الله وصلت النقطة جيدة لكن مو ممتازة. انفعالاتي تخرج مع أبنائي، وكثير من الأحيان أني أدمج الانفعالات بعضها، يعني أحيانا ما أواجهها في حياتي الزوجية، ممكن أنقلها لحياتي مع أبنائي، ممكن أنقلها لحياتي العملية. صحت حاجز لكن هم قاعد تصير مداخلات، فأحس أحيانا بعض بعض الأشياء يصير فيها مثل اختطاف العقل. صح. يعني أكون أنا في العمل لكن العقل مختطف في البيت. شلون توقفين؟ أكيد لش محاولات في إيقاف دخول هالمنطقة على هالمنطقة. قولي لي شيء نجح معك. التمثيل. شلون؟ أدخل مثلا مجال العمل كأني أمثل أني إنسانة ثانية، أني أنا جاية مبسوطة اليوم، أنا جالسة مروقة مثل ما أنا أبي. تمثيل. تنزلين ستارة على البيت؟ بالضبط. ظلمة؟ إيه أكيد. أحيانا أنا قلت لك نجحت إلى حد ما. خوش، أنت وايد صادقة. طيب طيب راح اجاوبك ان شاء الله، راح ما اجاوبك، انا تعلمت منك، بس انا راح يعني ان شاء الله تعالى اقول لك رايي ان شاء الله. تفضل. من ورانا من عندنا بعد اخواني معنا احد. الو الو يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا منى. دكتور إبراهيم، أنا حبيت أعرف شلون أعالج مشكلة الخوف من الظلام. جميل. إيش في الظلام؟ ما أدري، يعني ساعات يحوشني إحساس بالخوف. إن الظلام شنو فيه؟ ما أدري، أخاف إنه يطلع لي أحد أو وارد إنه يطلع لي أحد. إيه؟ بس يكون طيب. أخو أبو؟ لا أجل. لا ليش؟ خوفي إنه يكون مثلا أحد خاش من خش لابد حرامي. معك ليت؟ إيه. تركي المكان اللي تحذري منه؟ سويتها كذا مرة، بس يعني حاولت دشيتي مناطق. ليش ما بالليل؟ خلنا نسأل أقول شيء منه. ليش ما بالليل تطلعين معك تريكتش وتروحين تعمدين تروحين أماكن مظلمة عشان تثبتين لنفسك إنه ماكو شيء؟ والله سويتها. وش صار؟ وما ماكو شيء صح، لكن ستيل أكو شيء يقول لي. لحظة يوم ما لقيتي شيء ليت عندك دفيتر تقولين ترى أنا الليلة درت ثلاثة أماكن لقيت ماكو شيء، هذا في مخي مو برا. لأن هذا الحديث مع النفس هو قيادة العقل. معي؟ يعني انت سجلتي الحين على عقلك المتخوف المتسرب منك المخطوف، سجلت عليه نقطه، قلت له شوف شوف ما قلت لك ماكو شيء. شلون احنا نقول حق الياهل تعال تعال راويك طل ماكو شيء، شوف هذا اللي انت خايف من هذا حبل، شوف الصوت، شوف الباب يبي له تزييت، شفت؟ فاحنا كذلك نعامل النفس. اي انا حاولت دكتور اقول ساعات انها صور ذهنيه. ايه هي صور ذهنية تأثر علي وخليني اغيرها حط صور ذهنية ثانية. بس يبي لك شغل. يبي لك شغل. شوف يا ستي، هو اذا خلص خلنا اشرح لكم هذا الموضوع. اكو خوف واكو خواف. اكو فير واكو فوبيا. الفوبيا الخوف هو الخوف اللي احنا ما حد ما يخاف، واللي ما يخاف هذا مسكين، لان كل انفعالات الانسان نعم. يعني الخوف يخليك تسرع نحو الأمان، من خاف العاقل يخاف ليسرع إلى الله، ويحزن ليجد أمن عند ربه، ويحب ويتوازن في حبه حتى يستمتع بالحياة. وكل الانفعالات هي ثمان انفعالات، أنا بذكر يعني راح أفصل فيها بعدين وكل شوي أذكركم فيها. إنما الانفعالات نعمة، ولكن عندما يجي واحد من الانفعالات ويبرمجني يبدأ يصير عندي تحول من خوف عادي هي صورة عابرة أنا أطردها، أو حزن عادي صورة عابرة أطردها، إلى أن أصبح لا تبرمجنا عليه، تبرمجنا عليه بسبب حادثة،
بسبب تكرار حصل لي في فترة يعني عدم قدرتي على قبل ما أعرف أن العقل لازم سيطر عليه، فأصبحت عندي بسبب حساسية. دائما الأذكياء أهل الحساسية يصير عندهم شيء من هذا الخواف. هني يحتاج الإنسان إلى جلسات مع مختص، عادة الأفرج 6 جلسات. الهدف منها أن احنا نعلمك على أنك تطلع الصورة وتعمل الديسنتيزيشن، يعني السنسيتيفيتي الحساسيه التي يعني هذا التريجر او هذه اللي من تذكر هذا الشيء اللي يخوف بعض الناس، يصير عنده اختناق خاصه الطيران، ها يصير عنده خوف وخفقان ونشفان ريق واصراخ، وبعضهم ما يطير الا بحبه منومه. فعندما حتى العام طار ويا واحد ناس يحبته سوى فينا، علشان بس اقول لكم شنو صار، هزت الطيارة فقام يصارخ 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 يصارخ. قلت له اسمع بيبا، امسك يدي، انت امسك يدي، انا ما راح اخليك تطيح من الطيارة. صدقون هذا؟ طيب يا ادمي اذا طحت طحنا بنطيح انا وياك. بس والله مسك في ايدي مسك، ريال كبر مني مسك. قلت له اسمع امسك يدي خلاص، انا حين تحس بيدي قوية قلت خلاص ما راح تطيح انت. كان يهدي. ليش؟ لانه بدا الانسان يتصرف بطريقة غير منطقية. فعندما يجي هذا الخوف المتحكم اللي احنا نسميه خواف، الجلسات 6 جلسات، وانا ممكن بعد ذلك اقول شوين تروحين لان في شخص عندنا مختص في هذا الجانب في الكويت هني، ما ابي اقوله عشان ما تصير دعايه، بس قد استضيفه في يوم من الايام وذيك الساعه راح تعرفونه، فراح اقول لك ان شاء الله من تروحين له، لانها اذا كان الامر مستحكم. اما اذا كان خوف عادي مما يعتري البشر، ممكن صراعه عن طريق محادثة النفس الإيجابية، ويقول الإمام علي بن أبي طالب إن كرم الله وجهه عليه السلام إذا هبت أمرا فقع فيه، يعني روح اجدم طش فيه، فإن وقوعك فيه أهون مما تحذره منه. دائما إحنا نواجه المخاوف بالإقدام، ونواجه الأحزان بإحلال الصورة بصورة أخرى. بعد ان شاء الله اعطي خلي رقمك انا اكلمك عشان اقول لك تروحين حق منو. محمد مساك الله بالخير. مساك بالخير يا محمد. دكتور شلونك؟ بنعم وفضل يا محمد. دكتور ابي بالنسبه للاكتئاب، نعم يعني الواحد يحاول يغير حياته، يروح يطلع يروح يعني يغير حياته. نعم الاكتئاب شنو سببه؟ شنو سببه؟ تعرف سببه؟ والله ما ادري. اذا ما تعرف سببه، لا اذا ما تعرف سببه لا هذا يحتاج. حاضر حجاوبك ان شاء الله بعد الفاصل يا محمد. حاضر شكرا. نطلع الفاصل ان شاء الله ثم نرجع. الإخوة والأخوات الذين يتصلون كما بلغني في إخوة من المغرب ومن الجزائر ومن المملكة العربية السعودية ومن قطر ومن يعني الكويت، الذين يسألون بشأن أمور شخصية أو يودون التواصل حول قضايا تخصهم، أنا عندي تويتر وفيسبوك، أحاول أني أجمع ما يرد، يعني يرد الحقيقة أيضا بالآلاف الله يحفظكم، فأحاول أن أصنف إلى مواضيع وأبث على هيئة رسائل يعني من خلال تويتر وفيسبوك. وهناك من أختار أن أجيب شخصيا على البرايفت اللي هو على الخط الخاص، بس مش كل حالة لأنه معناها ما أقدر أنام، ويعني حقيقة يعني أحيانا أقعد لساعة 2:30 يدوب، يعني أنام 1:30 قبل الفجر وأرجع أنام بعد الصبح، ولا أشبع نوم بسبب أنه أقرب أن أخدم، ولكن الصعب التواصل الشخصي صعب في هالمسألة. إحنا حنخصص حلقات بمواضيع عن المراهق، عن الطفولة، عن الخلافات الزوجية، عن كل ما يهمكم، ونسأل الله عز وجل أن يعني يكون عندكم وقت ويكون عندنا وقت أن إحنا نتفاعل مع بعض. لكن إحنا نقول الحلقة التي نختار لها موضوعاً
نلتزم بموضوعها أفضل حتى من باب إشباع الأمر والحصول على ثمرته. محمد سألني عن الاكتئاب، والاكتئاب نوعان، اكتئاب تعرف سببه وهني أنت تتصارع مع انفعالك للحديث الإيجابي مع نفسك ولأن تضع الأمر في نصابه، وما أنزل الله من داء إلا وله دواء، ولكن هناك اكتئاب لا تعرف أسبابه، وهذا قد يكون اكتئاب مرضي أو قد يكون عرض لمرض مستأصل يحتاج علاج، يحتاج علاج من طبيب نفسي. فهنا أرجوكم خلونا نتعاون في إشاعة التطبب، في أن نشيع فيما بيننا ونذيع ونؤسس لثقافة التطبب. اليوم الناس أحلوا الطب، أحلوا يعني استبدلوا بالطب وبما أمرنا الله عز وجل أن نتداوى به وأن نأخذ حذرنا بالعلاج بواسطته بخزعبلات وأمور فيها يعني ما فيها من 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 أذى النفس وزيادة المصايب. الناس اليوم ما عندها مانع تروح لواحد يقرأ عليها أو شعوذ عليها بين قوسين، لأنه قد يعني المشعوذون كثروا هذه الأيام، ولا يروح علشان يشخص مرضا قد يجد دواء في كورس حبوب أو كورس شراب وينتهي الأمر. وأكو نسبة بالذات الشيزوفرينيا، نسبة 1% من أفراد المجتمع تصيبه بدرجات، يعني الأونست مالها من 17 سنة إلى 30 سنة. كثير من الناس يشتكون في فترة الجامعة أو في نهاية الثانوي أو بعد ذلك بشوية بعيدة إلى 30، من أن أنا بديت أحس أن الناس طالعني، بديت أحس بأني أنا الناس تكلم عني، بديت أحس بضيق صدر، بديت النوم يجفوني، بديت. هذه الأعراض قد توصل بعضنا إلى الانتحار، وهذه المحطة، هذه المحطة كانت عرضة لإطلاق نار. أنا أول مرة أشوف وأنا داخل ثقب هالكبرى في الباب، قالوا لي هذه رصاصة أطلقها شخص شيزوفرينيك، ربما باي بولر ولا وات هاف يو، يعني شخص مريض نفسيا جاي يقول أنا بعرض مشكلتي أمام كاميرا الراي. فلما قالوا له لحظة يا أخي لازم أمن، يعني خلينا نشيك وراك، خرج المسدس وأطلق النار. ممكن يصل الإنسان إلى القتل إذا لم يعالج نفسه، لأن هذه مما يبتلي، وهو كله في النهاية كيمياء في المخ، يعني كيمياء في التلقي. وراح استضيف لكم ان شاء الله الدكتور عادل الزايد عشان يحدثنا ايش هذه، يعني شنو هذه، شنو يصير، هل هو جن تلبس الانسان ام هو خلل يعني يبتلي الله عز وجل الناس فيه طبي ويروح ويتحول يصير انسان عادي. واللي منكم يريد ان يتاكد خلي يشوف اللي فاز بجائزه نوبل وهو عنده نوع من الفصام في فيلم اسمه بيوتيفول مايند، بيوتيفول مايند، عقل جميل اسمه كذي فيلم. هذا هو قاتل الشيزوفرينيا بالعلاجي وبالمحاورة الإيجابية لنفسه، المحاورة الإيجابية لنفسه. فأنا لما واحد يقول لي أنا اكتئاب ما أعرف شنو سببه ومخيم عليه، أقول له لا، الأمر يقتضي تطببا فاحرص على ذلك. تفضل يا تفضل يا خالد. ألو، السلام عليكم. خالدة، أهلا وسهلا بخالدة، حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا بغيت أسأل إذا في ناس دار مداري قاعد يضروني، سواء يتكلمون علي بشيء مثلا مو فيني أو إنه يفتعلون مشاكل معي، شلون ما أتأثر فيهم وهم يكونون أساسا غلطانين؟ أنت كيفك خالدة تتأثرين؟ المشكلة كلامهم قاعد يضايقني وهذا الشيء قاعد يأثر علي. شنو المشكلة؟ أنا ما حابة هالشيء. شنو المشكلة؟ يعني ما هي المشكلة يا خالدة؟ لما ناس يتكلمون علي كلام يؤذيني، ما هي المشكلة؟ إن هذا الشيء مو صحيح. إيش هو؟ ما أقدر أثر عليك. أنا ما أقدر أثر عليك يا خالدة. أنا ما أقدر أثر عليك. ممكن ما عندهم دين، ما عندهم عقل، ما عندهم ذمة. ما أنا مو شغلتي أثر على الناس. شنو المشكلة يا خالدة؟ ما هي مشكلتك الآن؟ المشكلة أنهم يعني مو ناس بعاد. لحظة، هاي مشكلتهم هم. أنت شنو مشكلتك؟ مشكلتي إني قاعد أسمع هالكلام. صح، هاي مشكلة بعد. وبعد؟ وإني أتضايق منه. صح، هاي مشكلتك. وماني عارفه شلون انه ما ياثر علي. هاي مشكلتك، صحه في عليك، انت شاطره.
عفي عليك، انت الان حكيمه، لان كثير من الناس يسوي يبدا يحكي عنهم قالوا وفعلوا، طيب انا ما اقدر اعثر فيهم. الله يقول ليس عليك هدى، الله يقول لانك انت عندك لا تهدي من احببت. طب يحكون خلي يحكون، تبدا المشكله انا شلون احمي نفسي من كلامهم. صح صح، انا هذا اللي ابي، انا بتعلم شلون. اذا احنا خلينا نوقف التفكير فيهم ونبدا شو نفكر فيها خالده. يعني انا ما بيش تفكرين فيهم الحين، مو انا هذا اللي ابني بس ما حاضر 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 انا الحين بعينك، انا ما بيش تفكرين فيهم ايش قالوا وما قالوا. وتدري ايش قالوا؟ قالوا تدري ايش قالوا الدكتور؟ تصدق انهم قالوا شيء؟ شفتي هذه بطليها، لانه ما نقدر نحكمهم، يقولون اللي يقولونه، لكن تبقى في مشكله وهي شنو يا خالده؟ ان اذا جاء الكلام تساليني الحين شلون اتعامل معاه؟ شلون اخليه ما يحرني؟ شلون حتى لو يحرني اتعالج منه؟ شلون اتصيقه؟ تدري شنو يعني اتصيقه؟ راحت خالده؟ ما اعرف معنى الكلمه. تصيقه يعني اتصيمخ، يعني يدش مني ويطلع مني. شلون اصير اقوى بهذا الكلام؟ اقول الله واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل. لا، شلون اصير أزكى؟ لأن الشافعي يقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يا هذول شلون قدروا أنهم يحولون الكلام السلبي مال الآخرين إلى قوة؟ شيء في مخهم صار. معايا خالدة؟ معك. شيء في مخهم صار، استطاعوا أن يجعلوا من هذه النار اللي كانت تحرقهم إلى نار تحولهم إلى عمالقة، إلى ناس كبار، إلى بخور طلع كلام حلو. يقولون أن كان في واحد عنده عبد مملوك كلنا عبيد الله سبحانه وتعالى، وكان يؤذيه، قلت لكم هذه كسر المواعين ويؤذي الجيران ويضيع الحلال، فقالوا له لو بعته وانتفعت بثمنه. هذا أذاك، قال لا 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 ما بيبتلش فيه مسلم غيري أو يفتلس في إنسان غيري، لكن أريد أن أتعلم به الصبر. شلون أنا آخذ في ذولة دورة؟ تصوري لما تصبرين وتصمدين وتبدين تدلعين نفسك وتقولين حق نفسك أنا يهمني كلام ذولة، أنا أحسن أعرف نفسي، تصيرين حكيمة، تصيرين قوية. تصوري أنهم يفيدونك، يقول عدائي أو عداتي، عداتي يعني أعدائي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم كشفوا عن زلتي، لأن يمكن يقولون يحشون فيني بشي فيني فأستفيد، هم كشفوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فارتقيت الأعالية. شلون أجعل من هذا الجو المحموم المسموم اللي حولي فرصة لي لأكون أزكى وأكثر صبرا كما صبر الأنبياء وأولي العزم والأقوياء والصالحون وال... أنا كثير من الأحيان تجيني امرأة تقول زوجي أزعجني أذاني أنا بتطلق، أقولها لا تكفين، استثمري فيه وتعلمي في الصبر، استثمري فيه وتعلمي الصبر فيه، لأنه حتى لو تطلقتي تستفيدي، كنت تكونين استفدتي من هالمحنة في أنك أخذتي ثمارها. معي أستي؟ فإذا هذا الذي تشتكين من قد يكون منحة. معي خالدة؟ خالدة راحت. إذا معنا مرام من السعودية، تفضل يا مرام. حلو دكتور، الله يحييك. حييك دكتور. أنا عندي نفس حالة خالدة. أنت عندك تلفزيون معلل الظاهر، قصري شوي. طفيتي زين، تفضل يا ستي. أنا عندي نفس حال خالدة دكتور. إيه؟ نفس معاي عايشين يعطون إشارات في البيئة فهم فائد. ما أسمع والله إيش تقولين يا مرام، تقولين نفس وضع خالدة؟ ها نفس وضع خالدة، ماني عارفة يعني أتأثر من كلامهم يحاولون يعني إيش ودش نقول لهم؟ حاولت يعني أبعد وأطنش يعني زي ما قلت، بس برضو يعني ما ستي مرام، أختي مرام، نيتي مرام، يبيلك قاعدة مع نفسك، يبيلك شغل واجد مع نفسك، يبيلك تأنسينا بنفسك. أنا جمعت الحقيقة
جمعت والمرة الجاية يمكن أقول لكم إياه حديث كثيرة وشعر العرب في فوائد الخلوة والأنس بالذات. أولا أنا مرام ألاحظ أن أنت عندك مشكلة في الكلام، يعني أنت عجلة شوي بالحكي، صحيح مرام؟ أي مرام واضح أنها يعني يصير عليها ضغط، بحيث أن شوف الحين هي لأنها مرتبكة تتكلم في التلفزيون. شوف هذا الانفلات، هذا الانفلات ساعات يكون فرصة للآخرين، هم يثيروني ويغيظوني ويطفروني. وفي ناس سبحان الله في أباليس، في ناس اختاروا طريق يعني الأبالسة في أنهم يضيقون على الناس أو يعني يستثيرون من هو قابل للاستثارة، ويسخرون من هو قابل لأن يعني يفقد أعصابه بسهولة ويفصل بسهولة، فتصير هاي تسليتهم. إنما عندما أنا أجلس مع نفسي وأتصادق مع نفسي وأعرف نفسي، بحيث إذا ذكر شيء فيني وهو ليس في، يعني ذممت بأمر ليس في ما يهمني لأن أعرف نفسي، وإذا ذممت بأمر هو في أقول الله يجزيهم خير نبهوني. زين، يجب لمرام ولخالدة ولكل شخص ينفعل من كلام من حوله أن يحمي نفسه، وأفضل حماية للناس للنفس هي أن تخلو بها. وسيكون هذا موضوع حديثنا، موضوع حديثنا إن شاء الله للمرة الحلقة القادمة، كيف تحصن نفسك بالخلوة وتكون منيعا من الداخل، بحيث إذا خرجت للناس تكون لا تكون هشا سهل الانكسار وسهل التأثر. أشكر لكم انفعالكم، وأنا سعيد اليوم بكمية الاتصالات اللي تتكلم حول هذا الموضوع، وأمل أن أكون قد غطيت الموضوع، وألتقيكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة. شكراً.